نشرت قناة كان العبرية في مقال مش ستاينتس صور الحظر الأولى وهي قلم، وظهر هذا القلم في برنامج هشفوة مصحوبا بقطعة معدنية فوق رأسه. وقد أورد محمود العارض التفاصيل عبر محاميه، إذ لم يكتشف الإسرائيليون اللغز أولا، وكان ضروريا من الوصول إلى الذين فروا عبر نفق الحرية لتظهر للإسرائيليين عدم خيانتهم ومحاولة وتأكيد إلحاق الخيانة بغيرهم. ולהגיע החוצה מהכלא. אנחנו רואים כאן את התמונות האלו. כלי החפירה אגב נתפסו בשטח כבר ביום הבריחה, היום 12 יום אחרי. אנחנו מביאים לראשונה תמונות של שני הכלים האלו. התמונות האלו מצטרפות גם לדברים שאנחנו שומעים היום מעורך דינו של אחד הנמלטים, מחמוד אלארדה, מי שנחשב למתכנן הבריחה. הוא מספר שאלארדה בעצמו הוא זה שחפר את פתח היצ... وكما هو واضح فإن قدرة الإسرائيلي في إعادة تدوير الزوايا بهذا الشكل وإعطاء الجهاز الأمني أولا والقدرات التكنولوجية المعقدة والذكاء الصناعي، كل هذا أمام قلم في مواجهة الذكاء الصناعي الذي جعل الذكاء التقليدي وتحسين أدائه يصل إلى تجاوز كل هذا ما يسمى بالقدرة الإسرائيلية الخارقة على صعيد تكنولوجيا الذكاء الصناعي والحرب الإلكترونية والمتابعة وغيرها، ليكتشف الجميع أن ستة من أصل الستة الذين حفروا بأيديهم نحو حريتهم لم يصل إليهم أي أحد لا بالتكنولوجيا وإنما بالصدفة وبالمتابعة وبالمعلومات التي تأتي عبر ما يسمى بالمخابرات البشرية أو الكلاسيكية أو استخبارات العناصر أو الاستخبارات الشوارع وأيضا نقل الأخبار. إذن كل إسرائيل اليوم بما يسمى إسرائيل الذكاء الصناعي لم تستطع أن تصل إلى هؤلاء، إنما الذين وصل إليهم هم أفراد وبشر شاركوا معهم أو نظروهم أو على الأقل لم يتعاطفوا معهم. إن كان هذا هو الوضع الذي يسير عليه الآن ما سمي بمحدودية الذكاء الصناعي والاعتماد بشكل كبير على الاستخبارات البشرية، هذا يفيد من جهتين أننا أمام خسارة كبيرة للثقة بالذات الإسرائيلية إلا عن طريق هذه الاستراتيجية المخترقة للمجتمع الفلسطيني، وهذا أساسي كما قال بن غوريون من بداياته وأحد وصاياه هي هذا. لكن مهم جدا أن نعرف أن هزيمة القلم وربطه بكل هذه الأسطورة التي نسجت حول هؤلاء الستة، هم استطاعوا أن يصلوا مرة أخرى إلى أيام من الحرية، لأنهم يدركون أن مؤبداتهم إما أن تعطيهم الشهادة وإما أن تعطيهم على الأقل ظلمات بعضها فوق بعض فرج الله عنهم جميعا. إنما المسألة هنا أن موازين القوى اليوم وعن طريق ما سمي بالذكاء الصناعي ولمدة أكثر مما تستوجبه أي حرب تقليدية، خطورة ما يجري الآن هو هزيمة نظرية ما يسمى بالذكاء الصناعي، وهذا الذي لاحظناه من محدودية النتائج ضد حماس في غزة عندما قال ما قاله السنوار، وأمامنا ما قاله الإسرائيلي حسب الافتراضات التي وضعوها، ورغم القصف الشديد والآف 16 واستخدام الآف 35 واستخدام آخر طرز ما يسمى بالقنابل والقنابل الثقيلة وما يسمى بالقنابل التي لا تمتلكها إسرائيل، كل هذا وجدنا أن ما قاله السنوار اليوم هو الصحيح.
لأن الحرب الأولى للذكاء الصناعي التي مارستها إسرائيل لم تكن في المستوى المطلوب وكانت نتائجها محدودة. أما بالنسبة للست أو حرب الست التي تذكر أيضا بالأيام الست، نحن نذكر على أن أول استخدام حقيقي للذكاء الصناعي الإسرائيلي كان ضد الفلسطينيين الست، لكن فشل الجميع في هذه المأمورية رغم الدعاية التي نراها الآن بالنسبة لإسرائيل. لكن واقع الأمر، أولا لا زال الإسرائيلي فيه فساد شديد أمام ما حدث عندما اكتشف الأسرى ما تحت السجن وما ترك في السجن. هذه أولا. ثاني مسألة، أن بناء السجن لم يؤخذ إلا كبناء عمارة تماما. أما المسألة الثالثة، أن الفساد داخل إسرائيل من داخل المؤسسات هذا واضح للغاية، أو على الأقل فإن الاعتبارات الأمنية بالنسبة للسجون أنها بنيت ليس على أساس أنها سجون، وإنما على أساس أنها نوع من البنايات العادية مثل البنايات السكنية. لذلك فالاعتبارات الأخرى التي يمكن أخذها في بناء مثل هذه المؤسسات لم تكن معيارية على الأقل حسب القانون الإسرائيلي. هذه مسألة أولى انكشفت. الانكشاف الثاني هو الذكاء الصناعي. لا أسير أعيد اعتقاله أبدا بواسطة الذكاء الصناعي أو اعتراض مكالمة أو أي شيء. لذلك فإن مسألة الوصول إلى هؤلاء الأسرى جميعا تم من خارج الحرب، حرب الذكاء الصناعي. المسألة الثالثة والأكثر أهمية، أن استخبارات إسرائيل هي الأقوى، هذا لا نقاش فيه، واستخبارات البشرية التي لا تعتمد عليها إسرائيل اليوم، أول قرار لإسرائيل الآن بعد معركة الست، هؤلاء سنجد على أن القدرات الحالية التي تصرفت بها إسرائيل هي قدرات كلاسيكية بحتة تعيد المخابرات البشرية إلى مربعها الأول وإلى مربعها الأول أيضا على صعيد العمليات. لذلك فالقدرة الجديدة هي قدرة في الوصول إلى اختراق وعبر المعلومات، وهذا أهم ما يمكن الآن قوله. المسألة الأخرى بالنسبة للصف المقاوم، فأهم ما يجب التركيز عليه هو رفع المستوى والأداء داخل المجتمع الفلسطيني واستعادة اللحمة واستعادة أهم الفكرة المقاومة. إذن هذه أهم ما يمكن اليوم القول معه، أن الحاضنة الرسمية والحاضنة الشعبية بالنسبة لهؤلاء أساسا هي القادرة وحدها للوصول ومن ثم للصمود في وجه الكيان. إذن العملية اليوم هي عملية قادرة على أن تحرر باقي الأسرى. نحن نتحدث اليوم عن موازين قوى ما بين المقاومة وما بين إسرائيل. إذا لا حل على الإطلاق سياسي لهؤلاء، هذا الذي اكتشف معه اليوم. الحلول الإقليمية للاقتراحات اعتبرها، تخيلوا أن الأمريكيين والمصريين والإقليم كله اعتبر القضية بأنها شأن داخلي إسرائيلي. إذن هذا أهم تطور يمكن كشفه، ولذلك فخيار المقاومة هو الوحيد الذي أعطى لحزب الله كل أسراه من سجون إسرائيل، لم يكن أبدا عبر المفاوضات ولا عبر المحادثات ولا عبر الوساطات الدولية، كل هذا منتهم. اليوم أيضا الأسرى الفلسطينيون هم شأن داخلي إسرائيلي، وهذا الاعتبار يعتبر اعتبارا في اعتقادي على الأقل وحسب إيماني بأنه أكبر كارثة إقليمية، عندما يعتبر أسرى حسب اتفاقية جنيف أنهم تحت القانون الإسرائيلي وشأن داخلي إسرائيلي. الإقليم لم يتحرك، كل الإقليم لم يتحرك، وهذه رسالة مباشرة إلى أن الشعب الفلسطيني يجب أن يعتمد على
على نفسه أساسا، على مقاومته ثانيا وثالثا وعاشرا، لأن قدراته اليوم يجب أن تكون موجهة فقط لإعادة بناء المجتمع المقاوم ومن ثم ما بعده. هذا الذي يمكن القول معه، هذا الذي يمكن أن نقول معه بشكل مباشر، أن مجرد عدم انتقاد القانون الإسرائيلي في اتجاه المحاكمات وفي اتجاه الإعادة وفي اتجاه غير ذلك، وأن هؤلاء كلهم كانوا في أول ساعة كانوا هم يخططون لعمل إرهابي قبل أن يكتشف الجميع أنهم مجرد أسرى يريدون فقط العودة بسلام إلى بيوتهم. المسألة صحيح أن السجون تقهر، صحيح على أن العزلة تزيد قهر الإنسان، لكن اليوم أمام هذا الذي حدث من كون الأسرى أبطال لدى كل الشعوب العربية وهم شأن داخلي بالنسبة لكل الأنظمة، هذا يفيد أن التطبيع فعلا يضيع ليس الأسرى فقط، اليوم يضيع الإنسان الفلسطيني بعد أن ضاعت الأرض. اليوم فيه معادلة قد يفتخر بها الإسرائيلي، لأن الإقليم لم يعد لا يدافع على الأرض الفلسطينية على 67 ولا على الإنسان الفلسطيني ولا على الحرية والحقوق، كل هذا لأن هذه الشعوب تعاني من ديكتاتوريات، وهذه الديكتاتوريات تجد معها المحاكمة في إسرائيل هي أنزه من محاكمات الوطن العربي كله. وعندما تجد أن مجرد هذا الاعتقال بهذا الشكل والمرور عبر المستشفيات هو أحسن بكثير من الآخرين، لذلك فعندما يتأكد لهم هذه المفارقة فإن الشعوب أيضا تعتقد بما يعتقد به الإسرائيلي، إنه أخطر تطبيع يحدث ما دامت إسرائيل بين قوسين ديمقراطية في مقابل هذه الدكتاتوريات، أو على الأقل أكثر ديمقراطية من باقي هذه الدكتاتوريات. لأن الدكتاتورية العبرية صحيح على أنها دكتاتورية وعنصرية وغير ذلك، لكن عندما تجد محيطها أقل منها لن تظهر أبدا إسرائيل قابلة لنصح ولا لوساطة ولا لأي شيء. بنت رفض، انظروا إلى الملك حسين مع خالد مشعل، انظروا إلى أكثر إلى الجيل الأول من القادة، كان هناك على الأقل جزء من الكرامة في التعاطي مع ملف الأسرى وفي الضغط من أجل تحريرهم. اليوم لا ورقة إقليمية بهذا الخصوص، الكل نسي الأسرى الفلسطينيين، وهذا أخطر ما يعانيه اليوم العالم العربي والعالم المسلم، لأنه فقد الخيار. وعندما نرى على أنه فقد الأرض فاليوم يفقد الإنسان، والإنسان في الوطن العربي قد يكون مجرد حطب جهنم لحروب أهلية أو طائفية أو خلاف أو ثأر، وهذا لا يعطي للإنسان العربي كل هذا الثقل الذي يمكن أن نخاطب به إسرائيل والغرب على حد سواء. لذلك فهنا يجب إعادة النظر في كل المنظومة، ليس فقط من داخل فلسطين وإنما من جوارها الإقليمي. لذلك فمعركة الأسرى هي معركة الإنسان العربي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.